السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم بدنا نبلش بالقطعة الثانية من يونت نمبر 9 اللي هي Our Countries Imports and Exports. Imports بمعنى اللي هي واردات، اللي هي الواردات، and exports اللي هي الصادرات. Our Countries المقصود فيها اللي هي بلدنا اللي هي جوردن، وضحت؟ طبعا قبل بلش بهاي القطعة لازم أنا أعرف إن هاي القطعة إجت سنة 2019 في الدورة التكميلية للطلاب النظاميين اللي هم مواليد 2001 أو خطة 2019، كانوا بيقدموا اللي هم بيقدموا الفصل الأول مع الفصل الثاني مع بعض، فكانت أنا عندي هاي القطعة إجت في الدورة التكميلية. طبعا عندي موجودة بالدوسية بيج نمبر 53 صفحة 53، لكن أنتوا عندكم بالستودنت بوك اللي بتابعني موجودة بالستودنت بوك. أنا سوري كاتبة هون أكتيفيتي، لا هي موجودة بالستودنت بوك بيج نمبر 66، موجودة في كتاب الطالب بيج نمبر 66. يلا نبلش فيها. In this report we will look at the countries that Jordan trades with and what goods it exports and imports. بقول لك بهذا التقرير أنا في عندي محورين رح يحكي عنهم، اللي هي إنه إحنا رح ناخذ نظرة عن البلدان اللي الأردن بالتاجر معاها. يبقى هذا المحور الأول، هذا المحور الأول رح نناقشه بهذا الريبورت، فأنت لازم تحط عليه هذا كله نمبر 1 نمبر أو الفاكتور نمبر 1 أو العامل نمبر 1 اللي إحنا رح نناقشه بهذا الريبورت اللي هو التقرير. العامل الثاني and what goods، وما هي البضائع it exports and imports، وما هي البضائع اللي يتم طبعا استيرادها وما يتم طبعا تصديرها. ما يتم اللي هي استيرادها وما يتم تصديرها، حكينا اكسبورت بمعنى صادرات، امبورت بمعنى اللي هي واردات. يبقى أنا عندي هنا في محورين، هاي المحور الأول وهاي المحور الثاني اللي رح يتم مناقشتهم خلال هاي الريبورت. يبقى نعيدهم على السريع، بقولك في هذا التقرير we will look at the countries اللي هي البلدان اللي الأردن تريد بمعنى يعني بتعمل تجارة، بتعمل تجارة، تريد بمعنى يعمل تجارة، الأردن بالتاجر معاهم. And what goods، وما هي البضائع، goods بمعنى بضائع، it exports and imports التي يتم اللي هي تصديرها ويتم استيرادها. First خلينا أولا first let's look at exports، أولا خلينا نطلع على الإكسبورتس اللي هي الصادرات ما يتم تصديره. Jordan is rich in potash and phosphate. بقول لك الأردن بلد غني، rich بمعنى غني، غني بعنصرين اللي هي البوتاس والفوسفات. يبقى غني بعنصرين اللي هي البوتاس والفوسفات، أنا لازم أرقم عليهم number one and number two. يبقى in Jordan we have two minerals أو important minerals اللي هم potash and phosphate اللي هم البوتاس والفوسفات. And the extraction industry، بما إنه أنا في عندي بوتاس وفي عندي فوسفات، يبقى extraction اللي هي الصناعات الاستخراجية، extraction استخراجية، industry صناعة، والصناعة الاستخراجية for these minerals لهذه العناصر، minerals بمعنى عناصر. يبقى أنا عندي المينرالز المقصود فيها اللي هي البوتاس والفوسفات، هاي هي العناصر المقصود فيها these minerals. Is one of the largest in the world، هي إحدى أكبر الصناعات الموجودة في العالم. وبكمل لك إياها and the extraction industry، والصناعات الاستخراجية لهؤلاء أو لهذين العنصرين هي إحدى أكبر الصناعات الموجودة في العالم. بيكمل بقول لك not surprisingly، يعني إنه إحنا بشكل غير مفاجئ، يعني إنه إحنا ما نتفاجئ إنه two of Jordan's largest exports، إحدى أكبر صادرات الأردن، إحدى أكبر صادرات الأردن هي الكيميكالز، هي number one، إحدى أكبر صادرات الأردن اللي هي بتصدرها اللي هي الكيميكالز الصناعات الكيميائية and fertilizers والأسمدة، and fertilizers اللي هي الأسمدة. يبقى أنا في عندي هنا we have two of Jordan's largest exports، exports معنى اللي هي الصادرات، ويوجد هنالك أكبر صناعتين أو أكبر نوعين إحنا بنصدرهم اللي هي الكيميكالز الصناعات الكيميائية and fertilizers، وهذا بعود لسبب إنه إحنا الأردن بلد غني في عنصرين أو في معدنين اللي هو البوتاس والفوسفات. بكملها pharmaceuticals اللي هي الصناعات الدوائية أو الأدوية and other industries والصناعات الأخرى، pharmaceuticals and other industries والصناعات الأخرى represent 30% بتمثل 30% of Jordan's gross domestic product GDP. لاحظوا نكتبها كابيتال لتر لأن هي بقول لك اللي هي إنتاج الناتج، هي إنتاج
الناتج المحلي او الناتج المحلي للاردن، يبقى انا عندي اجمالي الناتج المحلي انتاج او سوري اجمالي الناتج المحلي للاردن بقول لك تقريبا 30% منه عباره عن الفارماسيوتيكلز اند اذر اندستريز، والصناعات الاخرى بتمثل 30% من انتاج الناتج المحلي للاردن. And 75% to 75% of Jordan's pharmaceuticals are exported. و 75% من إنتاج الأردن بالفارماسيوتيكلز للأدوية يتم تصديره are exported. خلينا نشرحها على السريع لو سمحتوا، نعيدها مرة تانية. حكينا إنه not surprisingly بشكل غير مفاجئ إنه أنا عندي صناعات أو إنه أنا عندي اللي هي صناعات الأدوية أو أهم صادرات للأردن اللي هي الكيميكالز والفيرتلايزرز اللي هي المواد الصناعات الكيميائية والأسمدة. بيشرح لي عن الصناعات الكيميائية بقول لك الفارماسيوتيكالز، طبعا كلياتنا بنعرف إن الفارماسيوتيكالز من الصناعات الكيميائية. الفارماسيوتيكالز أند أذر إندستريز والصناعات الكيميائية الأخرى المقصود فيها هون الصناعات الكيميائية الأخرى بتمثل represent 30% يعني 30% من إنتاج الناتج المحلي للأردن. يبقى أنا عندي 30% من إنتاج الناتج المحلي سواء كانت مزروعات أو صناعات أخرى أو أقمشة أو إلى آخره، 30% منها اللي هي pharmaceuticals and other industries أو other chemical industries. هلا هذا 30% اللي احنا بنصدره بقول لك 75% منه 75% of the Jordan's pharmaceuticals، 75% من الصناعات الدوائية اللي احنا بننتجها are exported يعني يتم تصديرها. صارت واضحة. However وبالرغم من ذلك the majority 65% بقول لك however وبالرغم من ذلك أغلبية majority اللي هي معناها أغلبية وأخذناها سابقا الأوبزيت منها اللي هي minority. The majority أغلبية اللي هي 65 of the economy is dominated by services. بقولك تقريبا أغلبية الاقتصاد أو 65% من الاقتصاد is dominated يعني يتم السيطرة عليه by services اللي هي بمعنى الخدمات. يبقى أنا عندي نرجع نعيدها كمان مرة بقولك بالرغم من ذلك أنا في عندي أغلبية الإيكونومي اللي هي بمعنى الاقتصاد، إيكونومي بمعنى الاقتصاد، 65% من الاقتصاد is dominated يتم السيطرة عليه بواسطة الخدمات. طب شو يعني الخدمات؟ أعطيني أمثلة على الخدمات اللي هي travel and tourism اللي هي السفر، travel بمعنى اللي هي السفر، tourism اللي هي السياحة. Most of Jordan's exports بقول لك معظم الأردن أو معظم الأردن exports معناها يصدر لا أو معظم صادرات الأردن تذهب إلى، بدي أعرف البلدان، البلدان اللي بتروح إلها الصادرات اللي هي إيراك، USA، إنديا، and Saudi Arabia. يبقى معظم الصادرات الأردن بتروح للعراق، أمريكا، الهند، and Saudi Arabia واللي هي المملكة العربية السعودية. لو بدنا نرجع نلخصها على السريع بس ذكر لأنه أنا في عندي نسب مئوية، حكينا أنه أنا عندي أهم صناعتين بالأردن اللي هي صناعة الكيميكالز المواد الكيميائية والفيرتلايزرز الأسمدة. اعتبرنا الفارماسوتيكالز نوع من الكيميكال من الصناعات الكيميائية. قالك الفارماسوتيكالز and other industries والصناعات الأخرى اللي هي الكيميائية بتمثل 30% من إنتاج الناتج المحلي. طيب أنا في عندي صناعة أدوية عندي كبيرة جدا، شو بنعمل فيها إحنا هاي صناعة الأدوية في الأردن؟ بقول لك 75% من هاي الصناعات اللي هي صناعة الأدوية يتم تصديرها، يتم تصديرها. برضو بقول لك بالرغم من ذلك من نسبة 30% هاي، لكن أنا 65% من الاقتصاد مسيطر عليه is dominated بواسطة الخدمات. أعطانا بعدين مثالين على الخدمات اللي هي أو mostly أغلب الخدمات، mostly أغلب الخدمات اللي هي travel and tourism اللي هي السفر والسياحة. بعدين ذكر لي هون البلاد التي يتم التصدير إليها اللي هي إيراك، USA، إنديا، and Saudi Arabia. نكمل مع التلخيص. طبعا عندي الفقرة الأولى من قطعتنا اللي هي our countries imports and exports. حكينا this report will look at two points، رح يتركز على نقطتين ذكرهم بالفقرة الأولى اللي هي the countries that Jordan trade with، number two what goods Jordan imports and exports، ما هي البضائع اللي أنا الأردن بيستوردها و
بصدرها. يبقى ها عندي محورين رح أركز عليهم، هذا التقرير هي نمبر 1 and نمبر 2. نيجي للفكرة اللي وراها، حكى جوردن is rich in two minerals، غنية في عنصرين، شو هم؟ أو معدنين، البوتاش and فوسفيت، البوتاس والفوسفات. الفكرة اللي بعديها، two of the largest exports in Jordan، إحدى أكبر الصادرات للأردن اللي هي، أو إحدى أكبر صادرات الأردن اللي هي الكيميكالز and fertilizers، اللي هي الصناعات الكيميائية والفيرتلايزرز اللي هي بمعنى الأسمدة. نيجي للفكرة اللي بعديها، Why two of the largest exports in Jordan are chemical and fertilizers؟ ليش إحدى أكبر الصادرات للأردن اللي هي الصناعات الكيميائية والفيرتلايزرز اللي هي الأسمدة؟ حكينا because Jordan is rich in potash and phosphate. يبقى أنا عندي ليش في عندي إحدى أكبر الصادرات اللي هي الكيميائية والفيرتلايزرز واللي هي الأسمدة؟ حكينا لأن الأردن بلد غني في عنصرين، البوتاس وال فوسفات. اوكي نيجي ناخذ الفكره اللي بعديها للفقره الاولى. حكى لنا الفارماسيوتيكلز اللي هي الصناعات الدوائيه and other industry بتمثل 30% of gross domestic product، اللي اجمالي الناتج المحلي gross domestic product. بعدين حكى لك 75% من الفارماسيوتيكلز هاي شو مالها؟ ار اكسبورتد، يتم تصديرها. بعدين ذكر لي آخر إشي الـ countries that Jordan exported to، البلدان اللي الأردن بيتم التصدير إلها اللي هي إيراك، إنديا، USA and سعودية، إريبيا والمملكة العربية السعودية. الآن ننتقل للفقرة الثانية اللي هي عن الواردات، واردات الأردن. Now let's look at imports، والآن خلينا نتفرج أو نشوف شو هي الimports اللي هي واردات الأردن. Unlike some other countries in the Middle East، بقول لك يعني هي الأردن مش زي بعض البلدان في الشرق الأوسط. الميدل إيست دائما بكتبها كابيتال لتر، انتبه عليها لأن اسم إقليم فبكتبها كابيتال لتر. بقول لك الأردن ليس مثل بعض البلدان in the Middle East. Jordan does not have large oil or gas reserves، بقول لك الأردن ما في عنده خزانات من النفط أو من الغاز الطبيعي. يبقى أنا عندي الأردن مش زي بعض البلدان الموجودة في الشرق المتوسط اللي هي عشان هيك بقول لك الأردن ما فيها خزانات أو عدد كبير من خزانات الغاز أو من اللي هي الأويل، ما في عندي فيها لا نفط ولا فيها غاز. لذلك for that reason، ولهذا السبب اللي هو نقص هاي المواد عنا، Jordan has to import، عشان هيك الأردن لازم إنها هي تستورد الأويل النفط and gas اللي هو الغاز for its energy needs، بسبب احتياجتها للطاقة. energy معناها اللي هي الطاقة، needs بمعنى اللي هي يحتاج، needs أو احتياجاتها، احتياجاتها للطاقة. طيب بدي ارجع الضمير الاتس موجود انا عندي هون لاين نمبر 2، الاتس ريفيرز فور جوردن، الاتس ريفيرز فور جوردن. برضو كان في عندي لاين نمبر 1 في بدايه الفقره الاولى، وات جودز ات اكسبورت، المقصود هون في الات مين هي؟ جوردن. المقصود في الات اللي هي هون لا جوردن، لو انا ما ذكرتهاش لا تنسى عزيزي الطالب ان الات هون ريفيرز فور جوردن. نرجع للاين 2 للسطر الثاني، for its energy needs، عشان هيك احنا بحاجة او بسبب احتاجتنا للطاقة احنا لازم مضطرين نستورد اللي هو الغاز والغاز والنفط. its other main imports، معلش اضبط بس الجزئية، its other main imports are cars، بقولك وايضا في عندي اهم الواردات اللي بتستوردها اللي هي الاردن هي الكارز، السيارات، medicines اللي هي الادوية and wheat اللي هو القمح. يبقى أنا عندي هنا بدي أرجع أرقمهم، أنا في عندي مجموعة من الواردات، number one oil، number two gas، number three cars، number four medicines، number five wheat. هاي كلها عبارة عن imports. إيش يعني imports؟ يعني واردات، أو Jordan's imports اللي هي واردات الأردن. لو بدي أرجع للإتس الموجودة هنا، الإتس refers for also for Jordan، الإتس برجعها لجوردن. in 2013، سنة 2013، حكى لك 23.6%. في سنة 2013 رح نبلش نذكر البلدان اللي أنا بستورد منها أو الأردن بتستورد منها. قالك سنة 2013 بنسبة 23%، طبعا 23.6% من واردات الأردن كانت من السعودية العربية.
imports were from Saudi Arabia، كانت من المملكة العربية السعودية. يبقى أول بلد أنا بستورد منه مين هو؟ المملكة العربية السعودية، وهي أكبر نسبة أنا بستورد منها. This was followed، وبعديها this was followed، وتم أو اللي بيجي بعديها followed يعني يلحقها، اللي هي by EU، اللي هي الاتحاد الأوروبي، European Union، الاتحاد الأوروبي. This were followed، وقال لك هذا يتم اللحاق به بواسطة الاتحاد الأوروبي، يعني أول بلد بيجي عند السعودية العربية لاحقا أو وراها اللي هي الاتحاد الأوروبي بنسبة 17.6%، بنسبة 17 نقطة أو 6 بالعشرة. لاحظ أنا عندي من السعودية العربية كانت نسبة الواردات اللي 23.6%، عندي نسبة الواردات من الاتحاد الأوروبي 17.6% of its imports، يعني من وارداتها. برضو its هنا refers for Jordan. Other imports have come، ولك الواردات الأخرى بتجي من وين؟ come from China، United States. يبقى أنا في عندي هون بلدان لازم أذكرها، عدد لي إياها، اللي أنا Jordan's imports from، بتستورد منها هاي الكونتريز، قلنا سعودي أرابيا، EU، China and United States، الصين واليونايتد ستيتس اللي هي الولايات المتحدة الأمريكية. نيجي نلخص هاي الفقرة. طبعا هاي الفقرة خفيفة لطيفة، ما فيها ولا أي إشي ولا كان فيها أي صعوبة، يعني الطلاب اللي قدموا على الدورة التكميلية كانت هاي الفقرة فقرة لطيفة وخفيفة ما فيها أي صعوبة. التلخيص الثاني للفقرة الثانية، حكينا جوردن أو باراجراف 2، جوردن has to import oil and gas for a reason. الأردن لازم تستورد طبعا اللي هي الغاز والنفط لا سبب. mention it down، اذكر لي mention بمعنى اذكر. Because طبعا إجابة because it doesn't have a large oil or gas reserves، لأنه بقولك الأردن ما فيها عدد كبير من النفط أو الغاز، من مخزون النفط أو الغاز الطبيعي. يبقى لذلك هي so، نكملها so it has to import them، تستوردهم for، نكمل إجابة نموذجية for its energy needs. هاي صارت الإجابة عندي نموذجية 100%، إنه ليش الأردن مضطر إنه هو يستورد اللي هو الغاز والنفط الطبيعي. حكينا لأن الأردن doesn't have a large oil or gas reserves، لأنها هي بحاجة إلها لا اللي هي energy needs، اللي هي حاجتها للطاقة. نيجي للفكرة الثانية المذكورة عندي هنا، Jordan imports many things، الأردن تستورد عدد كبير من الأشياء. الثينجز أو بنقدر نحكي عنها goods، اللي هي البضائع اللي عددناها cars، sorry gas، oil، cars، medicines and wheat. wheat اللي بمعنى القمح. يبقى الأردن عندي مجموعة من الواردات 1 2 3 4 and 5، خمس واردات للأردن ذكرت في هاي الفقرة. نيجي للبعديها اللي هي جوردن أو countries that Jordan imports from، أهم البلدان التي الأردن تستورد منها. أضبطها معلش شوي. Countries that Jordan imports from، البلدان الأردن بتستورد منها اللي هي سعودي أرابيا، وهي كانت أكبر أو حائز عن صاب الأسد اللي إحنا بنستورد منها، كانت نسبتها اللي هي 23.6% من وارداتنا من السعودية العربية. بعدين في إجت عندي 17% من، أتأكد منها بس، 17.6% كانت من الاتحاد الأوروبي، بعدين آخر إشي تشاينا، بعديها إجا اليونايتد ستيت اللي هي الولايات المتحدة الأمريكية من غير ما يذكر النسب المئوية. يبقى نعيد، هالبلدان التي يتم الاستيراد، import بمعنى استيراد، ضروري تفرق بين معنى export اللي هي الصادرات وimport بمعنى الواردات. سعودي أرابيا، EU اللي هي الاتحاد الأوروبي، تشاينا and United States. بالمناسبة هاي بدي أنا أحكي اللي هي شغلة مهمة إنه الطالب لازم ينتبه لها، إنه أنا عندي الفعل import، هاي هي عبارة عن الفيرب، الناون منها برضو كمان اللي هي import، فimport هي عبارة عن فيرب بمعنى اللي هي يستورد، والناون منها اللي هي برضو كمان import. also اللي هي عندي export اللي هي الفيرب بمعنى يصدر، والناون منها برضو اللي هي كمان export بمعنى صادرات. فاكتبوها عندكم ملاحظة، يبقى الimport اللي هي بمعنى يستورد أو الواردات حسب استخدامها في الجملة، إذا كانت فعل أو إذا كانت ناون، التنتين نفس الاشتقاق لهم.
حاليا نرجع للفقرة الثالثة بعد ما خلصنا من الفقرة الثانية. Jordan has more free trade agreements than any other Arab country and it trades freely with many countries including USA, Canada and Malaysia. طبعا هاي الفقرة رح تحكيها بشكل عام عن التجارة. لاحظ الفقرة الأولى حكت عن اللي هي الإكسبورتس اللي هي الصادرات، باراجراف نمبر 2 حكت عن الإمبورتس اللي هي الواردات، باراجراف نمبر 3 رح تحكي عن التريد عن التجارة بشكل عام. الأردن has more free trade agreements، بقول لك الأردن فيها كان اتفاقيات تجارة حرة، free حرة trade تجارة agreement اتفاقيات. بقول لك الأردن عندها عدد كبير من اتفاقيات التجارة الحرة أكثر من أي بلد عربي. And it trades وهي تعمل تجارة أو اللي هي بمعنى تتاجر. It refers for Jordan بترجع للأردن. It trades freely وهي تعمل تجارة أو بتقوم بتجارة حرة with many countries مع عدد كبير من البلدان. من ضمن هاي البلدان اللي أنا بعمل معاها trade freely بحرية اللي هي الـ USA، كندا and ماليزيا اللي هي ماليزيا، برقمهم وبعرف عنوانهم. الـ countries that Jordan trade freely اللي هي USA، كندا and ماليزيا. Which other areas are important of Jordan's trade؟ بقول لك ايش في كمان مناطق اخرى مهمة للتجارة الأردنية. برجع بيحكي لي هلأ عن الاتفاقيات التجارية. الاتفاقيات التجارية Jordan first signed، بقول لك الأردن أول مرة وقعت trade agreement، أول مرة وقعت اتفاقية تجارية trade agreement، أول اتفاقية تجارية مع الـ EU with the EU الاتحاد الأوروبي in 1997 It signed وأيضا قد وقعت a free trade agreement، يبقى برضو أنا في عندي هون a free trade agreement، اتفاقية تجارة حرة أخرى وقعتها with Egypt, Morocco and Tunisia اللي هي تونس، ووقعت أيضا اتفاقية تجارة حرة مع مصر والمغرب وتونس سنة 2004. بقدر أنا أميزهم من خلال السنوات. لاحظ فوق حكى عن الـ countries trade freely بحرية، ما حكى عن الـ agreement نهائيا. شو هم هدول التريد فري اللي احنا معاهم؟ الكونتريز قلنا اليو اس اي، كندا اند ماليزيا. نيجي للي بعديها، حكى في عند الاردن سنة 97 وقعت تريد اجريمنت اتفاقية تجارية. سنة 2004 وقعت اتفاقية تجارة حرة مع مجموعة من البلدان. In 2011 CE another trade agreement، بقولك سنة 2011 اتفاقية تجارية أخرى جديدة قد تم التوقيع عليها أو صنعها مع مين قامت في الأردن مرة أخرى، لأنها قامت بال 2004 مع هذول البلدان وسنة 97 مع الإيو، ورجعت سنة 2011 جددت الاتفاقية التجارية مع الإيو، إيجيبت، موروكو and تونجيا. لو هتلاحظ لهم نفسهم هذول البلدان الموجودات أنا عندي فوق اللي هي الإيو، إيجيبت، موروكو and تونجيا، كانت معهم اتفاقيات تجارية سنة 97 سنة 2004. رجعت in 2011 جددت هاي الاتفاقيات مرة أخرى مع هاي البلدان اللي هي EU, Egypt, Morocco and تونس اللي هي تونجيا اللي هي نمبر 4. Trade with the EU، بقولك والتجارة مع الاتحاد الأوروبي and North Africa وشمال إفريقيا in particular بالتحديد، particular معناها بالتحديد، is likely to grow اللي هي تقريبا سوف تجرو يعني تنمو أو تزدهر، grow بمعنى اجت هنا تزدهر أو بمعنى تنمو يعني تزداد. يبقى بقول لك التجارة مع الإيو وشمال أفريقيا in particular بالتحديد سوف تزدهر أو سوف تنمو. أوكي، نأخذ الآن التلخيص تبع هاي الفقرة، كتير خفيفة هاي الفقرة ولطيفة، معلش أنا خط كبير على أساس يكون عندك واضح بالنسبة لكم طلاب توجيهي. رح نبلش فيها اللي هي من هون الفكرة الرئيسية. Jordan trades freely، الأردن بتتاجر بطريقة حرة يعني من غير أي قيود، اللي هي with many countries اللي هي USA، كندا and Malaysia، هذول ذكرهم أول مرة. نيجي للنقطة الثانية اللي هي trade agreement الاتفاقيات التجارية، أول واحدة كانت سنة 97 1997 with EU مع الاتحاد الأوروبي. بعدين في عندي in 2004 مع مين كانت 2004 with Egypt, Morocco and Tunisia مع مصر والمغرب وتونس. بعدين صارت في عندي واحدة سنة 2011 سنة 2011 اللي هي كانت مع الـ EU,
ايجيبت موروكو اند تونجيا، يعني تم تجديدها نظر، يعني تم عمل اتفاقية اخرى. بعدين اخر نقطة حكى لنا اياها اللي هي تريد از لايكلي تو جرو، التجارة اللي يعني انها يعني تقريبا سوف تنمو او تزدهر مع مين كانت، اللي هي مع الايو، مع اللي هي نورث افريكا. لازم تعرف تحدد هاي البلدان كل بلد لايش تابع. يعني مثلا عندي هون تريد فريلي، تريد فريلي مين هم البلدان احنا بنتاجر معهم بحرية؟ هاي هم 1 2 3. طب مين انا عندي سنة 97 كان في عندي اتفاقية تجارة حرة مع الايو؟ 2004 ايجيبت موروكو اند وتونس. نيجي للبعديه سنه 2011 مع مين انا عملت انذر تريد اجريمنت؟ اي يو ايجيبت موروكو اند تونجيا. اخر شيء مين قال التريد از لايكلي تو جرو، انه بده ينمو ان بارتيكولار؟ للاي يو اند نورث افريكا. الان خلينا ننتقل لاسئله الفقره هاي على اساس نقراها مع بعض وانتم تجاوبوها. نقرا الاسئله على السريع مع بعض. Jordan is rich in many different minerals. Write down two minerals of them. The article states two extraction industries, صناعات استخراجية. For potash and phosphate in Jordan, write down two of them. Jordan exports many goods to other countries. Write down two goods of them. Jordan exports goods to many countries. Write down two countries. هون طلب مني الgoods، هون طلب مني الcountries. Quote a sentence، يعني اقتبس، يعني write down a sentence which shows the majority of Jordan. Of Jordan's economy is dominated by services. The majority of Jordan's economy is dominated by services. Write down two services of them. 7. Jordan imports a lot of oil and gas. Write down reason of that. Reason اللي هو السبب. Jordan وصلنا 8. Jordan imports many goods from other countries. Write down two goods. أعطيني two goods من الimports من الواردات. Jordan imports many goods from other countries. Write down two countries. أعطيني two countries. نجي للبعديها. Quote a sentence. اقتبس جملة. Which shows countries supplies Jordan with most of its imports. أعطيني الجملة اللي تظهر إن الأردن countries supplies Jordan. البلد اللي بيزود الأردن. Supply بمعنى يزود. اقتبس للجملة اللي بتظهر ان الاردن او البلد اللي بيزود الاردن في معظم الواردات حسب النسب المئوية. Jordan first signed a trade agreement with many Arab countries. Arab countries بده trade agreement with Arab countries. Write down two countries of them. Of طبعا هاي. تريد طبعا انا بس حطيت سؤال suggestion، ما حطيتش سؤال critical كونها هاي القطعة اجت في 2019 فهي من القطع الضعيفة انها تيجي هاي السنة بال 2020. Trade with EU and North Africa in particular is likely to grow. يعني انها سوف تزدهر التجارة مع EU و North Africa. Think of this statement and in two sentences write down your point of view. اكتب لي اللي هي رأيك. عادة بجاوب ببلش هذا السؤال بقول I think that. وبالتوفيق للجميع، يا ريت تحلوا الأسئلة كاملة. إذا في عندك أي سؤال بإمكانك تتواصل معي عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة سواء كانت واتساب، ماسنجر أو فيسبوك. Thank you. See you soon.